هناك سؤال يمكن أن نفشل فيه جميعاً في اختبار الذكاء، بسيط جداً جداً. ماذا تظن إيه؟ أنه أفضل بعد سنة من الآن أن تكسب الآن 400 مليون يورو بطريقة معينة، ها؟ أو أن يتفق لك حادث لا قدر الله مروع تصبح بعده على كرسي مدولب، كلكم ستجيبون بعد سنة طبعاً؟ لا، الأول سيكون أفضل دائماً. غير صحيح، غير صحيح تجريبياً. عجيب، إيش هذا؟ مفاجآت العلم هذه. هذا علم النفس الجديد اسمه البوزيتيف سايكولوجي، علم النفس الإيجابي، أسسه جماعة من مشاهير علماء النفس في الولايات المتحدة بالذات، دان جيلبرت، دانييل يعني جيلبرت، نانسي إيكوفت، وأيضاً مارتن سليغمان، أسسوا هذا العلم اسمه علم النفس الإيجابي بوزيتيف سايكولوجي. قال لك بعد سنة الذي ربح 400 مليون يورو في اليانصيب عندهم في القمار في الحرام، والذي اتفق له حادث أقعده وجعله إيه أشل في كرسي مدولب، يمارسان ويخبران السعادة بنفس السوية تماماً. ليس هذا أكثر من هذا. هذا سؤال كوز بسيط في اختبار للذكاء، وكلنا سنفشل فيه لأننا هنا كائنات محاكية فاشلة، نفشل أن نحاكي، نظن أنه بعد سنة طبعاً سيبقى هذا المسكين ماذا؟ تعيساً بائساً في كرسي مدولب، لا يستطيع أن يركض ولا أن يسبح ولا أن يذهب على رجليه ولا أن يتفرج في الماء أبداً. وهذا ما شاء الله 400 مليون سيفعل بها الأفاعيل. غير صحيح علمياً. هذا كلام لو قاله رجل دين يقول هذا مجنون، وقاله رجل الدين في كل أديان وخاصة في الإسلام، قيل هذا كلام وعظ، كلام فارغ. عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. وليس ذلك إلا يقول لك هذا مواعظ، مستحيل أن تربح 400 مليون يورو مثل أن تصبح أشهل على كرسي مدولب. إيه العلم يقول هذا الآن، ليس الدين، انتبهوا. كيف هذا؟ كيف يحدث هذا؟ هذا موضوع طويل يحتاج إلى محاضرات، فيه كتب على كل حال. اقرأوا هذه الكتب، اقرأوا لمن ذكرت، ومن أجملها كتاب دان جيلبرت Sampling on Happiness، تلكوا في السعادة، اقرأوا هذا. عنده كتاب آخر أيضاً استكشاف حدود Frontiers، جبهات، استكشاف جبهات السعادة، من أروع ما يكون. طبعاً هذا عالم في هارفارد، من كبار علماء النفس حول العالم، وأستاذ عريق في هارفارد، أعرق جامعات العالم، مش يعني واعظ ولا قسيس، لا لا، رجل كله باختبارات أيها الإخوة، اختبارات هكذا. هذا هو جهاز المناعة النفسي، قال أبو الطيب المتنبي، والعرب يعرفون هذا بالحكمة، ما الحكماء فيهم مثل أبو الطيب. أبو الطيب يقول وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، ولا الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. إيه هذا هو، حسب أنت تستطيع أن تسقط المعنى. النبي ماذا قال في حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم كثير، حديث مشهور، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: وإنما الجزاء مع عظم البلاء، والصبر عند الصدمة الأولى، والصبر عند الصدمة الأولى، وإن الله يبتلي أقواماً، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. عجيب، هذا هو المعنى. تقول علم النفس الإيجابي، النبي لخصها بكلمة، قال من رضي فله الرضا. أنت ترضى بهذا، تتقبله، سوف تكون العاقبة مرضية، وسوف تكون فرحا مسرورا بإذن الله تعالى. تسخط وتضجر ولا تريد ربما تكفر، العاقبة هي الضجر والسخط بإذن الله تعالى. في البخاري دخل عليه الصلاة والسلام، انظروا الآن، هذه حديث سمعناها ألف مرة، الآن سنبدأ نفسرها ونهضمها ونتمثلها فهما من خلال زوايا مبحثية علمية معرفية جديدة. هذه أهمية المعرفة أيها الإخوة، وأن نواكب الجديد، نفهم بعمق، ونستطيع أن ندفع حتى عن هذه المعتقدات، وأن نغير حياتنا أيها الإخوة، نغير نمط حياتنا، رؤيتنا الوجودية بيقين وبرسوخ بإذن الله تعالى. دخل على رجل أعرابي، شيخ كبير، حطمته الحمى، كسرت الحمى، محموم. فالنبي قال له طهور إن شاء الله، طهور، يريد أن يواسيه وأن يشجعه، دعم نفسي، سبورت. قال بل حمى تفور. إيش هالاختيار الغبي هذا؟ مش عاجبه كلام النبي، يخرب بيتك، والنبي بيقول لك طهور، قل له نعم طهور يا رسول الله، طهور يا رسول الله. قال بل حمى، أعرابي جلف غليظ قاسي مش مؤدب، ما عندوش لياقات تواصلية، بل حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. قال له فهي إذن صحيح، حيصير هيك، ومات الاختيار هذا.
إلى الجحيم. قال له حد خلاص دمرتني. قال له حتدمرك، أنت مدمر أصلاً، أنت دمرت نفسك مش الحمى أنت. لذلك الآن هناك مدارس وعلماء حول العالم ينادون أيها الإخوة إلى أن يساعد ويعين المريض الدكتور على علاج نفسه. بماذا؟ بالمعنويات العالية. إحدى التجارب الرائعة جداً جداً، مرضى يتمثلون للشفاء بعد إجراء عمليات جراحية، مش يعني أخذ أدوية وكذا، لا، جراحة حقيقية أو جراحات كبرى. جزء منهم أيها الإخوة مخفى عليه في غرفة بأربعة جدران، بشوف الجدران، بشوف وربما في لوحات ليمونية وبكاس وكذا، كلام فارغ. والجزء الآخر عندهم فرصة لساعات أن يطلوا على ماذا؟ على مشهد من الطبيعة، وزقزقة العصافير وتغريد الطيور والأنهار الجارية وخرير المياه وحفيف الشجر والنسيم العليل ويشمون الروائح. قال لك هؤلاء يتمثلون بسرعة أكبر بكثير ويخرجون بسرعة من المشافي، وأما الآخرون تحدث لهم حتى مضاعفات complications، مضاعفات طبية كثيرة. هذا بسموه البيوفيليا، حب الطبيعة، أن تحب الطبيعة، أن تندك في الوجود، أن تشعر بأنك جزء من هذا الوجود أيضا، وإن كنت تفارقه وتعلو عليه بماذا؟ بالوعي وبالإيمان أيضا. هذا شيء جميل جدا، مش كل الناس يتوفر على هذه اللياقات للأسف الشديد. بعض الناس هو يعمل على تبئيس نفسه بالإخلاد للقنوط والإحباط، ويجتر الأفكار السوداء والخيالات المريضة، يجترها وسيحصل كذا كذا وحينخرب بيتي وحاطلق أولادي يروحوا في الشارع وفي اليوغند آم وكذا كذا وحيصير كذا ويمكن أروح على السجن في الأخير. بعدين دمرت نفسك. لماذا؟ أبدا، احكي نفسك الصورة المخالفة تماما، هذا هو السر. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. الله قال منهم هيك، هو دافع المال، دافعه بده يدفعه غصبا عنه لأنه منافق، بس بقول هذه غرامة يا أخي، ضريبة هذه، إيش هالضرائب المصيبة هذه؟ ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق، دافع هو من المال قربات عند الله. قال هذه قربة إلى الله، تقربني إلى الله وصلوات الرسول، والرسول بصلي علي وبدعي وبدعي لأهلي، ألا إنها قربة له. الله قال هو هيك عجيب، وهذا دفع وهذا دفع، هذا أحمق وهذا حكيم، هذا جعلها ضريبة فكانت ضريبة وقطعت بي، هذا جعلها قربة ووسيلة للصلاة علي فكانت كذلك، وشعر بهذا وعاشه بفضل الله تبارك وتعالى. شفتوا؟ هذا هو، هذا في الدين كثير جدا جدا، هذا في ديننا كثير متوافر ونصوص فيه كثيرة أيها الإخوة، قبل أبو الطيب المتنبي وغير أبو الطيب، وقبل إيلي أبو ماضي، أيها الشاكي ما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا. قال أنت تشكو وتنتحب وتعول قاعد وأنت صحيح معافى لسه، وعندك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تركب، إيش مشكلتك؟ كيف لو أنت كرثت وأصبت بمصيبة، أيها الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا. إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقع الرحيل قبل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، ومن كانت نفسه بغير جمال لم يرى في الوجود شيئا جميلا، إلى أن يقول طبعا كن كن كن، إلى أن يقول، هذه خاتمة رائعة جدا جدا تقرر المعنى ذاته، هو عينه، أيها الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا. عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عنهما لما عمي، هو أضر في آخر حياته، يعني عمي فقد نور عينيه، لم يغضب لم يحزن وحتى لم يقول سأتصبر، لم يره مصيبة، قال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، يعوض اللسان بإذن الله، العلم، الفصاحة، المعرفة بالله، والسمع بسمع كمان، أسمع وأسمع بلساني، ما المشكلة؟ قال ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، قال عقل موزون مش خفيف، أو قلبي ذكي، ذكاء الفؤاد، يقول لك ذكي الفؤاد مش ذكي العقل، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالصيف مأثور، قال لساني فصيح جدا جدا، قاطع لبهرجة وزخرفة الباطل، مؤيد أيها الإخوة ليقين الحق بإذن الله، شيء جميل جدا. بشار بن برد الشاعر الأعمى المتهم بالزندقة وعنده شيء من ذلك، لكن شاعر حكيم، قال مرة أنا أعتبر هذين البيتين من أروع ما قرأت في حياتي ومن أعجب ما قرأت. يقول بشار أيها الإخوة عميت جنينا، قال أنا ولدت أكمه أعمى، عميت جنينا والذكاء من العمى، أنا ذكي جدا لأنني أكمه،
فجئت عجيب الظن للعلم موئلا وغاض ضياء العين للقلب رافدا. ها؟ وغاض ضياء العين للعلم رافدا بقلب إذا ضيع الناس حصلا. قال سر الذكاء عندي والحفظ والفهم واللوذعية والألمعية أنني أعمى. قال هذا هو أي سيكولوجيكال إميون سيستم، هذا هو جهاز المناعة النفسي. يعيد فلسفة إيه؟ الكارثة، المصيبة، الحرمان، فإذا به نعمة. ويردد مع الشاعر عارف بالله: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، يردد هذا المعنى. لكن ذات مرة أحد الناس المهرجين أيها الإخوة والشامتين شمت أبي بشار، قال هل الأعمى الأعمى الأعمى؟ ها؟ فرد علي قال: يعيرني عداتي والعيب فيهم، فليس عارا أن يقال ضرير. إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير. إني وجدت العمى أجرا وذخرا وعصمة وإني إلى تلك الثلاث فقير. يا سلام، شوف هذا هو، هذا هذا هو جهاز المناعة النفسي. قال العمى شو العمى؟ قال أجر وذخر وعصمة، لا يعني لا يقع على ما حرم الله، لا أرى ما حرم الله، لا أرى ما يسوء إلى آخره. قال هذه عصمة، عصمة من الذنوب. وإني إلى تلك الثلاث فقير، أنا بدي الأجر والذخر عند الله والعصمة، ليش لا؟ قال عجيب، فيلسوف، فيلسوف هذا، فيلسوف حياة، لم يقرأ علم النفس الإيجابي. لم يجب ولم يلزم أن يعيش القرن 21 إلى أن يتأسس هذا العلم ويعيد نظرته للحياة. استمد من الدين أيها الإخوة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم. هذه آيات مهمة جدا جدا، ينبغي أن نعيد نظرتنا للوجود وفق هذه الآيات.